تواصل السياحة الشتوية في جازان نجاحتها المتواصلة عاما بعد عام لتنوع بيئات المنطقة الطبيعية واعتدال مناخها، خصوصا في هذا الوقت من العام الذي تزداد فيه درجات البرودة على بقية مناطق المملكة إلى درجة الهجرة منها، في الوقت الذي لا تزال تستقبل محافظات ومراكز جازان الزوار، مما عكس النمو المتسارع في القطاع السياحي الذي يأتي مع انطلاق العديد من المهرجانات والفعاليات الترفيهية بالمنطقة. نجحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تحقيق الاستراتيجية الأولى، وهي الآن بدأت في استراتيجية ثانية بالتعاون والشراكة مع عمارة منطقة جيزان وأمانة المنطقة، ولذلك تحققت العديد من الإنجازات ونجحت هذه المهرجانات بمشيئة الله تعالى. تنوع المهرجانات وتدويرها على كافة المحافظات وإبراز كافة عوامل الجذب السياحي بالمنطقة مع إشراك المجتمع المحلي بفاعلية في مشروع العمل السياحي الوطني، أهداف رئيسية تسعى من خلالها الجهات المعنية بالسياحة في المنطقة إلى إبراز جازان كقبلة سياحية على مستوى الوطن. مهرجان جازان الشتوي أكبر المهرجانات انطلق تحت شعار جازان الفل مشتى الكل، والذي خصص له مساحة كافية بكورنيش جازان الجنوبي وضم العديد من الفعاليات الترفيهية وعناصر الجذب السياحي المصاحبة بالقرية التراثية. مهرجانات متعددة تشهدها محافظات منطقة جازان حسب ميزة ووجهة كل محافظة، حيث يأتي مهرجان العسل في نسخته الثانية هذا العام بمحافظة العيدابي، ومهرجان البن في نسخته الثالثة بمحافظة الدائر بني مالك. اخترت محافظة العيدابي بالغازي لما تتميز به من أودية دائمة الجريان وتنوع نباتي وتنوع جغرافي، أيضا أسهم في كونها مهوى لجميع النحالين حتى على مستوى المنطقة على مستوى المملكة. قطار المهرجانات الشتوية في جازان مع ما يصاحبها من الفعاليات الثقافية والأدبية وبرامج التنشيط السياحي المختلفة، تهدف إلى التعريف بجازان كواجهة سياحية وطنية تزخر بمقومات سياحية فريدة. عبد الله الفيفي، الإخبارية، جازان.